الجزء الثاني من نماذج التوجيه كنا توقفنا عند نمبر 67 ان شاء الله هنبدا من 68 يعني انت الحلقه اللي فاتت هتلاقي اخر سؤال حلناه اللي هو 17 over 3 اللي هو 67 عايز يكتبها از ا ميكسد نمبر هنبدا من اول 68 طبعا ده سؤال كومبليت 5 over 8 times وات اوفر 3 equals 15 اوفر 24 هتركز على ال 8 انعمل لها تايمز 3 يبقى فوق هتعمل Times 3 عشان يديك 15 يبقى الميسنج نمبر اللي المفروض هتكتبه هو 3 4 over 5, 8 over 10, 12 over 15, 16 over 20 ده Pattern، Pattern يعني نمط هتشوف هو عمل ايه هتبدأ من First عندك 4 over 5 عمل Times 2 اداته 8 over 10 بعدين عمل Times 3 4 Times 3 12 5 Times 3 15 ubadin عمل times 4 4 times 4 16 5 times 4 20 times 4 times 5 يبقى 4 times 5 is 20 5 times 5 هيديك 25 iba fraction المفروض في هو 20 over 25 number 70 middini two numbers why is the difference ممكن ترتب لتو نمبرا بين الاخر و ده هيكون لك يعني انا بكتب كده 24,506 و 14,506 طبعا ملاحظين ان الوانس و الثانيه و الهندسه زي بعض و كمان الثاوزا يبقى دول هينزلوا 0,000 يعني الدفرنس هيكون عندك 10000 يبقى الانسر هنا اللي هتكتبها 10000 ملاحظين اصلا انها بتيجي بالمنتال math. 606 divided by 6 هتعمل divide بمجرد النظر 6 divided by 6 1 0 divided by 6 0 6 divided by 6 1 هتديك 101 number 72 بيقول لي the dividend in 48 divided by 4 equals 12 ال dividend قلنا ال first number اللي هو 48 طبعا سهلة قلنا ال second number اسمه ايه اسمه divisor طيب لو سألني على الـ quotient بقول له الـ quotient is 12 يعني موضوع سهل وبسيط معاك طيب اللي بعده بيقول لي the quotient in 81,000 divided by 9 equals what يعني احنا محتاجين نجيب الـ quotient يبقى 81 divided by 9 equals 9، هي بتيجي أصلا بمجرد النظر، and bring down triple zeros، يعني إنت عندك هنا 9000. The remainder of 82 divided by 9، هتحاول تحسب ال remainder، هقول الأول 82 divided by 9 is equal to 9، طب ليه 9 times 9 81؟ الريميندر عندك هيبقى 1. يبقى هتقول على طول الريميندر remainder is 1. قال بعد كده جملة مديني هنا 16 minus 12 times 4 divided by 8 خد بالك انك انت عندك هنا multiply وبعدين divide فانت هتقول 12 times 4 ديت ب 48 48 divided by 8 هتديك 6 يبقى في الاصل هتكتب 16 minus 6 يبقى الفاليو اللي انت هتكتبها في النقط هي 10 بعد كده عايز يحسب ده in the simplest form خد بالك إن 3 over 4 times 2 over 2, 2 over 2 دي معناها 1 بنسميها الـ identity element يعني هيديك 3 over 4 in the simplest form زي ما هي بعد كده محتاجين نعمل adding برضو نفس الحكاية align the two numbers above each other يبقى هقول له كده 614000 plus 5000 يبقى أنا هكتب هنا 5000 1000 بالظبط

كلنا عارفين ال long multiplication بكتب 25 up و 18 down في الأول باخد 8 times 5 equals 40 8 times 2 16 plus 4 هتديني طبعا 20 write 0 in most place 1 times 25 equals 25 وبعدين تعمل adding طبعا في كذا طريقة بس دي أسهل طريقة وأسرع طريقة bring down 0 0 plus 5 equals 5 2 plus 2 equals 4 يبقى البرودكت اللي انت تكتبه في النقط هنا 450 بعد كده سبتراكشن هتلاحظ ان 6 over 9 is greater than 2 over 9 يبقى فيش اي مشاكل فيها دي يعني انت مش هتعمل اي renaming فيها هتقول ال whole part minus ال whole part 2 minus 1 equals 1 6 over 9 minus 2 over 9 it will be 4 over 9 هتكتبها زي ما هي 5 over 10 minus 2 over 10 is equal to 3 over 10 سهلة جداً كذلك 4 تايمز وات ايكول 16؟ 4 تايمز 4 يبقى هنا هعمل 4 over 4. اللي بعده 2 over 5 ايكولز وات اوفر 25؟ خد بالك ان دي جت هنا معلش 5 تايمز 5 25 يبقى الميسنج نمبر 2 تايمز 5 10 يبقى المفروض تكتب 10 over 25 يبقى الميسنج نمبر هنا هتلاقيه 10 في نمبر 82. نمبر 83 محتاجين نعمل ادينج. برضه احنا قلناها في بكذا طريقه بس هو عايزها في الدسم فورم خد بالك فانت عندك هنا 6900 يبقى بتقول له كده 6900 ان ديسمال بلس 2 تنث يبقى خد بالك انت عندك هنا في التنث 6 وعندك هنا في التنث 2 يبقى انت عند عندك في التنث هتكتب 8 وال100 هتستنى زي ما هي يبقى المفروض هتكتب 0.89 اللي هي بتتقري 8900 Number 84 هو كاتبها the unit form، اكتبها the expanded form. The expanded form for the number 8.5 يبقى عبارة عن 8+ 0.5. تكتب الاكسباندد expanded form الخاصة بيها. The place value of the digit 5 in the decimal number. هو بيركز على الـ 5، ال 5 ال 5 موجوده في الـ decimal part. يبقى هي موجودة في ال 100th place. يبقى أول ما يقول لك place value يبقى هو هنا place value. يبقى محتاج يكتب the name of the place يبقى تكتبه كلمة hundred وما تنساش ان كلمة hundred دايما بتنتهي ب th question number 86 the value of the digit 6 in the number 2.65 لو ركنت على ال6 هنا هتلاقي ال6 in 10th place هو محتاج يكتب ال value يبقى ال value equals 6 10th طب ازاي نكتب 6 تنث بنكتب 0.6 46 over 100 plus 3 over 10 خد بالك ان انت ممكن تستغل بالدسمال فورم على اشياء <applause> 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 number 86 the value of the digit 6 in the number 2.65 لو هنركز على ال 6 هلاقي الـ place value الخاصة بيها هي 10 ولذلك ال value الخاصة بيها يبقى 6 10 طب how can we write 6 6/10؟ just write 0.6 46 over 100 plus 3 10 انا محتاج اكتب الصم اللي هيطلع لي في decimal فورم فانا هحول 46 100 ل 0.46 أما 3 over 10 دي معناها 3 10 خد بالك هنعمل adding بطريقة عادية جدا 6 plus 0 بما ان هنا في 0 يبقى 6 4 plus 3 equal to 7 point and 0 بعض الناس بتقول كالاتي انت عندك 4 10 و 3 10 يبقى انت عندك 7 10th هتستنى زي ما هي اللي هي 6 يبقى احنا عندنا هنا 76 100 يبقى الانسر عندي 0.76 نمبر 88 The suitable graph representation to compare the maximum and the minimum temperature between many governed rates during a week is called what? خد بالك بعه هبولي هنا لو انت هتمثل الrepresentation maximum بالmaximum minimum temperature. يبقى احنا عندنا هنا. يبقى هنمثلها. ب كولوم column أو بنسميه one bar وكذلك ال minimum بار bar يبقى أبسط طريقة أو الطريقة الأكثر مناسبة لتمثيل هذه البيانات أو هذه الداتا هي هتكون الدبل double bar يعني إجابة number 88 على طول هقول double bars يبقى التمثيل بيسموها بالأعمدة البيانية المزدوجة النوعية اللي بعد كده من الأسئلة هي نوعية true or false بيقول لي put true for the right answer and false for the wrong answer يعني الجملة الصحيحة هتكتب عليها true والجملة الخاطئة هتكتب عليها خطأ the number 46 in the division problem 45 النوع التالي من أنواع الأسئلة أسئلة true or false جايب لي مجموعة من true or false لازم الأول نقرأ السؤال كويس جدا بعد كده نبدا نقرر اذا كانت true او false the number 45 in the division problem 45 divided by 9 equals 5 is called the divisor طبعا لو احنا اتكلمنا على 45 اسمه dividend فهو بيقول لي هنا divisor يبقى الكلمه دي هتشطب عليها والمفروض هتكتب كلمه dividend يبقى الجمله عندك هنا false number 90 the remainder of the division operation 65 divided by 8 is equal to 8 is equal to 1 la una 65 divided by 8 is equal to 8 8 times 8 equals 64 remainder 1 equals 65 just add 1 a remainder 1 equals 1 number 91 if the quotient is 5 yani quotient 5 the divisor is 4 umidini divisor umidini remainder a dividend How can we find the dividend? To find the dividend, just multiply the quotient by the divisor, then add the remainder, which is 2. If I start to 5 times 4 equals 20, 20 plus 2 equals 22. So, I will dividend 22. answer Number 92. The following division array represents the division problem. 21 divided by 6 is equal to 3 with remainder 3 طبعا هنا خد بالك لو انت الجملة دي عندك صحيحة الاول هشوفها صحيحة ولا لا 26 divided by 6 is equal to 3 3 times 6 equals 18 يبقى remainder عندي equal 3 طيب احنا عندنا how many rows of 6 يبقى المفترض عندنا 3 rows of 6 يبقى 1, 2, 3 طيب remainder عندي كام 1, 3 يبقى remainder 3 يبقى الجملة عندك هتلاقيها true ودي طريقة من من الطرق اللي احنا بنستخدم بيها او بنحسب بيها الكوشنت quotient وبنحسب بيها a remainder بس طبعا بت يعني هي بتفهمني معنى او meaning of division اكتر يعني ما بنستخدمهاش لل large numbers غير مناسبة number 93 to find the quotient end 4500 divided by 5 is equal to 900 we can use the following fact يعني انت ايه هي المين فاكت اللي انت استخدمتها هنا طبعا المين فاكت هي 45 divided by 5 equals 9 then bring down double zero وهو هبولي ان المين فاكت اللي انت هتستخدمها هنا هي 45 divided by 5 equals 9 يبقى على طول الجملة هتلاقيها true And number 94 بيقول the following area model represents 89 divided by 6 is equal to 14 with remainder 5 اول حاجه هنعملها تشيك هي الديفايزر الديفايزر ديفايد باي 6 يبقى هنا 6 يبقى دي مظبوطه بعد كده هنعمل تشيك بالنسبه للكوشنت طب الكوشنت عباره عن ايه عباره عن 10 plus 4 واخدينها كتير يبقى 10 plus 4 equals 14 يبقى الكوشنت عندي 14 والريمايندر عندي 5 باقي اعمل تشيك بس للديفيدند 89 لو كان الصم للأرياز الخاصة بال 2 parts 89 يبقى أنا إجابتي صحيحة فبالتالي أنا لازم أعمل 60 plus 24 الأول 0 plus 4 equals 4 6 plus 2 equals 8 المفترض إن هو إداني هنا 84 وهنا هو مديني 89 84 دي دي الصم هشوف حط على plus 5 اللي هي إيه عندي اللي هي مستر الريميندر طيب 84 5 هتديني 89 يبقى خلاص يبقى أصبح عندي الجملة مظبوطة مجموع الأريز مع الريميندر اداني 89 اللي هو الديفيدند والديفايزر موجود عندي اللي هو 6 والكوشنت كذلك اللي هو موجود على الهوريزونتال لاين 10 4 والريميندر طبعا زي ما هو مكتوب عندي في السؤال وبالتالي الجملة هتلاقيها true number 95 بيقول لي in the following division problem the quotient 224 and the remainder is 4 يعني هو بيقول لي ان الريميندر عندي 4 في الجمله المكتوبه دي المفترض ان الريميندر هو اللاست نمبر ده فهو بيقول لي ريميندر 4 وبالتالي الجمله هتلاقيها فولس ممكن تحاول تعملها تشيك وتشوف انت الكوشنت عندك كام طب الكوشنت 200 plus 10 plus 10 plus 4 يعني 10 plus 10 20 20 plus 4 24 يبقى 224 بس طبعا الريميندر عندي is equal to 1 not 4 فبالتالي هتلاقيها فولس بيقول to solve the following puzzle بيديني بازل هنا عندي 3 rectangles equals 12 طب يبقى 12 we will divide 12 into 3 equal parts معنى كده ان كل بارت عندي ايكوالز 4 يبقى الريكتانجل موجود عندي ب 4 انت جبت rectangle ب 4 يبقى 4 4 8 يبقى الترينجل عندي ب 10 عشان اوصل ل 18 طيب الترينجل انت جبتها ب 10 يبقى 10 بلس 10 20 طب علشان توصل 26 يبقى السيركل فيها 6 فهو هيبدا يسالك هنا الريكتانجل فيه كام والترينجل فيه كام والسيركل فيه كام الريكتانجل فيه 4 فدي مظبوطه معاك والسيركل قلنا فيها 6 والترينجل قلنا فيه 10 يبقى الجملة دي هتلاقيها ترو عندك نمبر 97 المفترض انك تحسب الاول عندي ملتبلاي وسبتراكت واد الملتبلاي الاول 5 تايمز 6 هتديك 30 وبعدين ماينس 4 بلس 3 30 ماينس 4 is equal to what? is equal to 26 هقول 26 بلس 3 is equal to 29 هو هنا 13 في الجملة هتلاقيها فولس عندي multiply و divide و subtract زي ما اتفقنا order of operations multiply الأول 7 times 8 equals 56 يبقى المفروض ان انا هعمل 56 وبعدين divided by 4 وبعدين minus 2 56 divided by 4 لو مش عارف هتعملها بال long division فبقول 56 divided by 4 5 divided by 4 1 bring down 4 subtract it will be 1 16 divided by 4 is equal to 4 هي طلعت معايا 14 خد بالك 14 لسه subtract 2 equals 12 هو بيديها 12 هنا فالجملة هنا هتلاقيها true عندي parenthesis multiply و add ال الأول يبقى 15 minus 8 طبعا equals 7 المفترض ان احنا هعمل multiply 17 times 7 وبعدين plus 2

ال 1 over 4 هنا اتكرر 4 times يبقى دي معناها 1 over 4 times 4 اللي هي بتديني 4 over 4 اللي هي equivalent to 1 هو كاتب equals 1 وبالتالي دي هتلاقيها true نمبر 101 بيقول لي in the following shape في الشيب اللي قدامي ده the unit fraction that represents the shaded part احنا محتاجين نكتب بس الفراكشن عندي 4 equal parts مظلل فيهم 1 part يبقى 1 over 4 يبقى بيتكلم على اليونت فراكشن هو فعلا 1 اوفر 4 يبقى 1 fourth يبقى الجمله هتلاقيها ترو نمبر 102 طبعا مديك النمبر لاين وممثل الفراكشنز عليها من الزيرو لل1 ومجزاهم 8 ايكوال parts يبقى البارت part الواحد ب1 اوفر 8 هو بيقول لي the following shape the number of unit fractions do we need to represent point e equals 5 طب تعال نشوف انا عايز number of unit fractions Type and handy, 1, 2, 3, 4, 5. If a 5 equal parts, i need again. How many unit fractions? If a 5 equal parts, if a 5 unit fractions, 1 over 8 plus 1 over 8 plus 1 over 8 up to Mr. 1 over 8, I had to cover 5 times. The true. Number 103. The following shape, the fraction that represents the shaded part is one half. واضح جدا ان ده عباره عن 4 equal parts over 8 واتفقنا باستخدام البنش مارك ان ال 4 over 8 is equivalent to 1 half فالجمله هتلاقيها صحيحه ولو بصيت بمجرد النظر هتلاقي فعلا ان احنا عندنا سيركل وظللنا ال 1 half او ظللنا نصها نمبر 104 The fraction 7 over 5 is called an improper fraction. طبعا the improper fraction طب ليه؟ Because its numerator is greater than its denominator. يعني ممكن نقوله هنا 7 is greater than 5. أو the numerator is greater than denominator. فالجملة هنا هتلاقيها true. Number 105. The fraction 2 over 7 is called a proper fraction. Taban da proper fraction because its numerator, which is 2, is less than its denominator, which is 7. Yiba ala tool iha true. Number 106. In the following shape, the mixed number that represents the shaded part is 1 and 1 over 4. Khud balak ini divit messel 1. Tab el gus e da bhi messel at de e, khud 1. Tab huma kulum kem huma kulum 6, يبقى 1 over 6. يبقى الانسر عندك هتلاقيها false 1 plus 1 over 5 plus 2 over 5 طبعا 1 over 5 plus 2 over 5 ب3 5 ومعاك 1 يبقى 1 and 3 over 5 طبعا هو عاملها 3 over 10 فالجملة هتلاقيها false 2 over 5 plus 3 over 5 يبقى انت معاك 5 over 5 5 over 5 دي equivalent 1 ومعايا هنا 1 خد بالك يبقى 1 2 هو كتبها equals 2 فهتلاقيها true 2 minus 1 over 4 is equal to 1 and 3 over 4. And again, 2 minus 1 over 4, you must Mr. rename the first to be a fraction. Type i rename it to be a mixed number. 1 and 4 over 4. Minus 1 over 4, it will be 1 and 3 over 4. هو كتبها 1 and 3 over 4? will be true 1 and 3 over 4 plus 1 over 4 In mental math, 1 fourth plus 3 fourth is equal to 1 Plus 1 is equal to 2 a 3D in here to a 2 So, the answer is false 5 minus 2 and 1 quarter is equal to 2 and 3 quarters You must rename the first whole to be a mixed number as we studied before So, we can write 5 as 4 and four over four, minus two and one over four, كل math. So four minus two is equal to. The four over four minus one over four is equal to three over four. يبقى هو true. Number one hundred twelve. The following shape represents correctly the subtraction sentence. يعني هو بيقول لي الموديل اللي هو رسمه بيعبر عن سبتراكشن sentence المكتوبة، هل الكلام ده صح ولا خطأ؟ الأول المفترض إن إحنا هنشوف السبتراكشن subtraction sentence اللي هو كاتبها صح ولا خطأ، فهتبقى 4 2 equals 2، 2 thirds minus 1 third is equal to 2 and 1 third، يبقى دي مظبوطة، المفروض همثل الفراكشن أو الميكسد نمبر ال الاولين عبارة عن 4 and 2 thirds، يبقى آدي موجود عندي 4 models ده بيمثل برضو 1 1 1 1 يعني 4 وادي 2 thirds المفروض ان احنا هنشطب منها 2 يبقى هو شطب 2 and 1 third يبقى اللي باقي له 2 and 1 third يبقى على طول الجمله هتلاقيها true نمبر 113 the shaded part in the following model represents the equivalent fraction of 1 ثيرد طب نشوف الشيدد بارت عباره عن ايه خد بالك إن دول كلهم قد إيه؟ 1, 2, 3, 4. يبقى أنا عندي 12. يبقى أصبح 4 over 12. لو هتركز مع 4 over 12، you have to simplify, divided by 4, so we get 1 third. يبقى الأنسر عندك هتلاقيها True. Number 114. From the following fraction wall، يعني إنت هتستخدم الفراكشن fraction wall. The equivalent fraction of 1 half is equal to 1 over 4. طبعًا إحنا لو بصينا على ال 1 half، هتلاقي الـ equivalent fraction عندك 2 over 4, 1 over 4, 1 over 4. يبقى هتلاقيها فولس طبعا ممكن تستخدم اي طريقه تانية مش شرط يعني تستخدم الفراكشن مول يعني من المعروف ان ال 1 هاف ده هتلاقيه equivalent ل2 over 4 يبقى ممكن تكتبها فولس من غير ما نرجع للفراكشن مول نمبر 115 ان ذا following شيب ذا فراكشن 5 over 8 في الشكل اللي قدامي ده is closer to benchmark fraction 1 half طب هنشوف انا عندي هنا divide the distance between 1 and 0 into 8 equal parts يبقى خد بالك ان دي 1 over 8 2 over 8 3 over 8 خد بالك ان دي 4 over 8 بعدها 5 over 8 الله فعلا ال 5 over 8 at the point قريبة من 4 over 8 اللي هو pinch mark 1 half يبقى على طول هتلاقيها true 1 over 2 is equivalent to 2 15 over 30 باستخدام ال مارك هتلاقيها true 1 half 0 0 zero zero. طبعا ده ترو اسمها 0 property when we multiply any fraction by 0 it will be 0 اللي بعديها بنسميها identity property 5 7 1 5 7 المفروض 5 7 طبعا هنا اكتبها 1 وبالتالي المفروض هتقولها false number of halves in a whole 1 2 طبعا احنا قلنا ان ال 1 اقدر اقسمه ل 2 halves أو 3/3 أو 4/4 four وبالتالي هتلاقيها 2. So 2 halves is equal to Mr. 1. The fraction 4 over 5 12 over 13 are equivalent. هنشوف ال 4 times 3 12 يبقى المفروض إن دي تبقى 15 وبالتالي هتلاقيها false. Number 121. the fraction 6 over 8 9 over 12 12 over 16 are equivalent to 2, 3 over 4 كل اللي عليك بس انك تعمل سمبليفاي لكل fraction لو اداك 3 over 4 يبقى الجمله اللي عندك هتلاقيها true the fraction الاولاني 6 over 8 we can divide by 2 so we get 3 over 4 يبقى هنا 3 over 4 9 over 12 we can divide by 3 so we get 3 over 4 12 over 16 we can divide by 4 هتديني برضه 3 over 4 يبقى عندك over 4 number 122 when we divide 28 by 8 the quotient will be 3 طبعا 3 times 8 24 يبقى remainder عندك هيكون عندك 4 بيقولي the remainder is 5 طبعا نسألينها the remainder it will be 4 يبقى على طول هتلاقيها false the first step to solve the problem البرولم موجود عندي فيها subtraction we divide we multiply قلنا ال operations بتتعمل from left to right قلنا مين الأول multiply and divide from left to right مين اللي قابلنا الأول من ال left ا divide يبقى المفروض ال first operation هي division يبقى هو كاتب division operation فبالتالي هتلاقيها true number one hundred twenty four the dividend is equal to the divisor times the, the quotient plus the remainder طبعا ال relation كده مظبوطة معاك طبعا ودي سميناها elements of division and we use this relation to check our solution or check our answer يعني نقدر نتأكد باستخدام الـ relation دي إذا كان عملية ال division اللي احنا عملناها مظبوطة ولا لأ. number 125 310 divided by 3 is equal to 100 with remainder 1. طبعا المفترض انك هتعمل ديفايد ولكن هي محطوطه بحيث انك تقدر تعملها باستخدام المنتال ماث ف310 قريبه جدا ان هي تبقى 300 يبقى 300 ديفايد باي 3 از ايكوال 100 وات ابوت ذا ريميندر الريميندر عندك المفترض ان هو هيبقى 10 بس قلنا قبل كده ان الريميندر ماست بي ليس ذان ذا ديفايزر فالمفترض انك هتاخد نمبر is larger than 300 فإنت ممكن تجزأ نفسك هتلاقي عندك وصلت ل 309 ف 309 divided by 3 is equal to 103 مش 100 يبقى 103 with remainder 1 يبقى الكوش quotient المفروض 103 لو معرفتش هتحاول تعملها باللونج division هتقول له كده 310 divided by 3 طبعا هيديك 1 أو هتستخدم Direct Division وبعدين تاخد 1 divided by 3 doesn't work so it will be 0 10 divided by 3 is equal to 3 with remainder 1 يبقى المفترض إن الكوشنت هيكون 103 يبقى الأنسر الموجودة عندك هتلاقيها False مريم distributed أول ما تشوف كلمة distributed يبقى دي من الـ keywords اللي بتدل على ديفيجن division operation 840 among four charity association يعني هي معاها مبلغ من الاموال بتقسموه على الجمعيات الخيريه و each association has 210 leverage كل واحدة خدت 210 لفريج بسيان يعني ده لو كان عندي 4 شارتز المفروض عشان تتأكد منها لك هتقول له 840 divided by 4 اللي هما number of charity associations وبالتالي هتعمل direct division 8 divided by 4 is equal to 4 4 divided by 4 is equal to 1 and bring it down 0 so we get 410 يعني المفترض ان كل association أو charity association هتاخد 410 طبعا هو بولي 210 هنا وبالتالي هتلاقيها False. Number 127. The first step to solve the problem, baru bisanya first operation tabahan had kuin in multiply, yau bolak in a subtraction. false. Number 128. The unit fraction that forms the proper fraction, five over eight is one over eight. Type. Ana iya sana. Akaun five over eight. طب مين اليونت فراكشن اللي هو بيكون لي 5 over 8 طبعا هنركز على ان الدينومينيتور بيكون ثابت والنومريتور بيكون 1 يبقى ال1 اوفر 8 ده هيتكرر 5 تايمز حتى ان احنا درسنا ان ال5 اوفر 8 عباره عن 5 times 1 over 8 وبالتالي هتلاقيها ترو number 129 the number of unit fractions that forms a proper fraction in 3 over 4 is 4 طبعا is false ليه؟ لأن 3 over 4 لو أنت هتستخدم ال unit fraction هتبقى ال 1 over 4 is repeated 3 times حتى إن إحنا نقدر نكتبها 3 times 1 over 4 1 minus 1 1 third is equal to 2 thirds طبعا هتلاقيها true the number of unit fractions أو the number of unit fraction 1 over 4 in the whole طبعا is 4. لان على طول ال1 عبارة عن يا مستر 4 فورث خدناها كده يبقى يعني ايه 4 فورث يعني يا مستر 4 تايمز 1 اوفر 4 وبالتالي هتلاقيها true 3 over 9 is equivalent to 2 thirds خد بالك ان لو عملت simplify لل 3 over 9 it will be 1 third طبعا ال 1 third is not equivalent to 2 third وبالتالي هتلاقيها false. Number 133 بيقول لي the decimal fraction represent the following model as 0.6 خد بالك ان انت عندك الاول هتشوف is shaded part 1 2 3 4 5 6 طب هما كلهم كام هما كلهم تاني بس 6 over 10 in decimal form we can write it as 0.6 وبالتالي هتلاقيها true. The unit form for the number 7.34 is 7 ones خد بالك هو بيقول لي كام في ال ones 7 ones خد بالك ان هو بقى عايز يستخدم حاجه اسمها short word name بس هو هنا مسميه unit form 7 ones how many tenth with THS طبعا 3 tenths how many hundred 4 فبالتالي هتلاقيها true لانها متوافقه معاها The decimal fraction which equivalent to 1 over 4 is 0.5 خد بالك هنا بيربط لك مين؟ بين فورم والفراكشن فورم طبعا ال 0.5 معناها 1 هاف ليه؟ لأن هي عبارة عن 5 over 10 اللي هي equivalent to 1 هاف وطبعا 1 هاف is not equivalent to 1 over 4 وبالتالي هتلاقيها false 0.6 is greater than 0.58 اول خطوه تفكر تعملها تو كومبير between تو decimals ايكويت ذا decimal بليسز طبعا الكلام ده للاسف احنا ما قلناهوش لان المنهج طويل ما هو ما كناه ما كملناش صرح للاسف الشديد فهتعمل ايكويتنج ذا decimal بليسز فهتبقى 6600 is greater than 5800 هتلاقيها ترو طبعا بعيدا على ان انت بتعمل Comparing digit by digit from left to right, 0, 0 they are the same. Point to point, they are the same. 6 is greater than 5, so we can deduce that 0.6 is greater than 0.58. كل الكلام ده يعني ممكن تجيبه من تل math تقول 60 hundred is greater than 5800 هتلاقيها ماشية معاك. 2.5 is less than 2.58. خد بالك برضو حط 0 هنا وبالتالي 2 هتلاقيها ثابتة معاك يبقى هنا 50 100 and 58 طبعا is less than هتلاقيها ترو. 1 over 4 طبعا دي تقدر تكتبها 0.25 as ا decimal وهنا 0.30 طبعا 30 hundredth وهنا 25 hundredth طبعا هتلاقيها المفترض ان هو يكتب هنا less than طبعا هو كتبها جريتر ذان فبالتالي هتلاقيها فولس بكده يبقى احنا انتهينا من الجزء الثاني الخاص بمراجعه التوجيه ماث جريد 4 عشان القصه ما تبقاش طويله علينا وممله فاحنا هنأجل الجزء اللي باقي كجزء تالت بإذن الله ما تنسوش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تعمل لنا لايك like وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة